ترنتينو. الحقيقة على غرار النقص الملحوظ سوى في القهوة ولا السكر ولا الزيت ولسنا السنبية، الحقيقة اليوم زاد نلقاو بتحديد كميات اقتناء المياه المعدنية بالمساحة التجارية الكبرى. يقول لك ما تهزش أكثر من ستيكة وإلا ما تهزش أكثر من زوستيك. خلينا نكتشفوا تفاصيل الكل مع رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمساحة التجارية الكبرى. بين الناس سيدي بكر، صباح النور، مرحبا بك على كاب اف ام. صباح الخير مستمعينا كاب اف ام. شكرا ليك سيدي. اليوم قاعدين على غرار انه نقص في القهوه، في ماده القهوه والا السميد ولا الروز زاده كما قلنا قبيله اليوم، ولا تحديد في كميات اقتناء المياه المعدنيه بالمساحات التجاريه الكبرى. الاضطراب هذا لشنو يرجع؟ هل يرجع انه ما عندناش النسبه يعني العاديه مقارنه بالسنوات الماضيه من الانتاج المياه المعدنيه، ام شنو السبب بالضبط؟ احنا في تونس الكميات اللي قاعدين نصنعوا فيهم كل عام قاعدين يتزايدوا من عام لعام، قاعدين يتزايدوا خاطر فما معامل اللي يحلوا الزيت، مركز فيد اللي يدخلوا في السوق. اما نجم نقولوا حتى الاستهلاك في تونس قاعد يطلع شوي شوي، ساعه عندنا بيك دو كونسوماسيون وقت اللي فما صناعه ياسر اللي يجعل فما تونسيون في السوق، معناتها استهلاك في الشارع، العباد يعرفوا ونتفاهموا هذا اللي هو يحبيش يبدا سما باش يشرب قهوه ولا في ستاسيون سيرفيس ولا في اللي يخدم عند عطار. صحيح. هذا يخلي فما نقص في تزويد معناتها المساحات الكبرى، نقص شويه ويلزمنا باش نعملوا تأخير للشراء باش نجموا نعطيو حظ اللي اكثر ممكن من الحرفاء باش يشيلوا الماء. باهي، كي نحكيو على المخزون، هل المخزون يكفي الحاجيات السوق في الصيف هذه ام لا؟ لا ما عندناش مخزون. ما عندناش مخزون. باهي. معناتها كيما تقول فما اقل شويه من احنا في الصيف راهو الانتاج نتاعنا ما يكفيش. اما من العاده كنا ندخلوا مخزون، سنا خدمه وزاره التجاره على باش يعملوا مخزون، يظهر اللي معناتها المخزون هذا في الايامات المتعديه والجمعه والعشر حراره في ظل موجه الحر الشديده يظهر لي ما كفاش. ما كفاش بطبيعه، احنا معناتها كما قلت لك منذ سنين احنا الانتاج بتاعنا ما يغطيش الاستهلاك في الصيف. اما هو يغطي بالبداية في الشتاء، في هذاك نقص الاستهلاك تاع الشتاء يلزمنا نعملوا مخزون ندخلوا به الموسم الصيف. به هذا فيما يخص المياه المعدنية. وزاد بلي سؤال آخر سيدي هادي، باش نسألك على السميد والروز والقهوة، هل مازلنا احنا نلقاو في بعض الاضطرابات في التزويد يظهر لي عندكم المشكلة؟ السميد وحده والروز والقهوة وحده. اي معناتها فما نقص في القهوة والتاي شوية فما القهوة. اي الروز مش برشا نقص، عادي في بالي موجود. السكر زاد رجع عادي، يعني نجم نقولوا السكر والروز هما اللي ما عادش فيهم نقص كبير. اي ما فماش نقص. وتبقى ديما القهوة وشنو آخر؟ القهوة والتاي. واضح. بالنسبة للسميد على غرار المقرونة وكوكسي والفارينة فما نقص في آخر شهر. مزودين نتاعنا يزودونا في أول شهر 20 مليون درهم ولا حتى أكثر، جمعة ولا جمعتين داخلين يولي فما نقص من المزودين في تزويدنا. تزويد السوق بصفة عامة تنجموا تاخذوا أكثر تفاصيل عن الإشكالية هذه من عند زميلي رئيس الغرفة للصناعات العاشرة. واضح. نعطيكم أكثر تفاصيل عن الموضوع هذا اللي هو الخصومات. واضح، شكرا لك على التواصل، مشكور جدا سيدي بكور رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، مشكور جدا، نهارك اسعد. الايام اذا حسب ما حكينا فما نقص صغير في التزود
المياه المعدنيه، كذلك نقص ملحوظ في القهوه والتاي والفرينه والسميد. زاد نعرف ان انتم قاعدين تحضروا للعوله نتاع الصيف، ولكن للاسف ما كمش قاعدين تلقاو في السميد بالكميات المطلوبه. اذا كان هذا موضوعنا في بين الناس. بين الناس في آخر، باش نرجعوا على المناخ، باش نرجعوا على درجات الحرارة مع الأستاذ الجامعي في علم المناخ بجامعة تونس سي زهير. خليكم معنا في الاستقبال.